مرحبا بكم هذه الليلة عبر منصتي مع حسين كويوي، التي ستكون مساحة لطرح بعض القضايا المهمة لدى مجتمعاتنا. والليلة سيكون لنا لقاء مع السيد شعيب موسى. مرحبا أستاذ شعيب موسى، أنا سعيد جدا لملاقاتك والتحدث ببعض الأمور المهمة. سيكون سؤالنا الأول، ما هو الوصف المناسب أو الصيغة الشاملة للتعريف بقضية شريحة الليبيين المقيدين بسجلات الدولة الرسمية والذين لم يتحصلوا على حق المواطنة أو المساواة بمنظورك أنت؟ تحية طيبة لك أستاذ حسين والمشاهدين الكرام والمتابعين منصة مع كويوي. قبل ما نجاوب على السؤال هذا بصفة عامة، لابد نوه أن ليبيا تعاني معضلة كبيرة تتعلق بالعدالة الاجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص على جميع المستويات، وهذا نتيجة لتراكمات عديدة تراكمات سابقة. ولكن الشريحة هذه نقدر نسموها المواطنون من الدرجة الثانية. خلال مسيرتك الوظيفية بمجال اختصاصك سيد شعيب موسى، هل واجهت مشاكل التنمر وخطاب الكراهية ككونك تارجي؟ لما نسمع كلمة خطاب الكراهية والتنمر يخطر عليه السوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي. التنمر الحقيقة أن أنا خلال تدرجي الوظيفي في كل المناصب اللي توليتها، ولا في يوم من الأيام حسيت بأني جسم غريب أو اعترضني أي شخص بأسلوب تهكم أو بأسلوب يعني غير لبق أو حاجة زي هيك. وخاصة أن احنا في لما يعني في مصلحة الأحوال المدنية علاقتنا أخوية جدا، علاقة زمالة مبنية على مبدأ الاحترام المتبادل والأمانة. يعني نحييهم كلهم عبر منصتك هذه. المجتمع التركي بمطالبه ودوافعه، أنت في انتزاع هذه الحقوق، أين أراك وأين وضعت بمنظوره؟ المجتمع التركي يا أستاذ حسين مجتمع راقي جدا، مجتمع راقي في تعامله مع الآخرين وفي التعاطي مع الأمور، حقيقة يشوفوا للأمور بموضوعية من جانب إيجابي، ومقدرين الموقف مثلا اللي يكون فيه الموظف العمومي في الدولة الليبية، ومتفاهمين مسألة أن نحن جهة خدمية صرفة، ما عندناش علاقة بالقوانين والتشريعات. من خلال وجهة نظري وتجاربي، ما هي الرؤية المناسبة لحل حالة هذه المعضلة؟ المشاكل اللي تعاني منها ليبيا كبيرة جدا، وممكن يعني نقدر نسموها لا متناهية. الانقسام السياسي بالدرجة الأولى هو السبب الرئيسي في يعني عرقلة وعدم حلحلة الكثير من الأمور. طالما أن ما فيش تسوية سياسية، نشوف أن الحلول المتعلقة بالعدالة وبالقانون وبالمسائل الحقوقية نشوف فيها بعيدة المنال نوعا ما. ولكن الرؤية اللي والمنهجية اللي لازم نتبعها الجميع، سواء على الصعيد الاجتهاد الفردي أو العمل الجماعي المؤسساتي، أن دائما الخطاب يكون سلمي، الخطاب يكون سلمي، ونحن لازم نحطو للقانون احترامه، ونحن مجتمع يعني يحترم القانون والعدالة موجودة، وما نعتقدش أن القضاء الليبي يعني حيقصر في أي في حق أي ليبي موجود على الأراضي الليبية. رسالة توجهها لفئة الشباب؟ رسالتي لفئة الشباب في فزان بالتحديد. فزان منطقة غنية جدا، غنية بتنوعها الثقافي، غنية بالاندماج المجتمعي اللي فيها ما بين مكوناتها، سواء العرب أو التوارق أو التبو. نتمنى أن يتم استثمار الخبرات والمؤهلات والكفاءات اللي عندنا في جانب إيجابي، يعني نطلع من تفكيرنا يكون خارج الصندوق. فالأرضية مهيئة في المدة الحالية وحتى في المراحل القادمة إن شاء الله تعالى. ونتمنى أن الشباب
يكونوا مناصرين للقضايا الحقوقية بصفة عامة في المنطقة الجنوبية من كل المكونات، ويكونوا يد واحدة لتحقيق الاستقرار المجتمعي اللي نهدفه له ولتنمية فزان. السيد شعيب، شكرا لوقتك وشكرا أيضا لهذه الفرصة الطيبة عبر مساحة هذه المنصة، والتي نتمنى أن تتكرر في الحلقات القادمة. شكرا. تنمية. شكرا جزيلا لك، وشكرا للمصور نصر مغار، وإن شاء الله نتلاقوا في وقت طيب إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا. تنميتنا.